57 دقيقة. مرحبا بكم من جديد في معرض الصحافة الإلكترونية في صبحية الورد على جوهرة فام. اليوم كي تحلوا المواقع الإلكترونية التونسية باش تقراوا برشا مقالات حول المستجدات في الويكاند. ما ثماش برشا سياسة أخيرا تنفسنا شوية، أما ثم برشا مقالات في حاجات غريبة وعجيبة الحقيقة. مثلا ثلاثة أخبار تقراوهم فيهم برشا غرابة. الأخبار الأول قالكم ثلاثة نمورة هربوا من سيرك في الحمامات ورجعوها من بعد الأقفاص نتاعهم بعد ما دخل الأمن. وثم معلومات تقول اللي القفص متاع النمور هذا ثم شكون كسر القفل متاعه بالعين. ولا مع تغيير بلاد ما ناقص اليوم كان النمورة تولي تدور في الشارع. بوم ما جاوناش التوريست أو كخرجوا النمورة يدوروا في بلاستهم. الخبر الثاني قناة الحوار التونسي تدعو اليوم وطني لبيع المعدنوس والربط على 20 دينار. والمداخيل متاع اليوم الوطني هذا باش يمولوا بها القناة اللي تعاني من صعوبات مادية. سون كومنتير. الخبر الثالث والأغرب هو تسريبات للحكومة المرتقبة، حكومة سعلي العرايض المحتملة. كي تشوفوا التشكيلة الحكومية تقريبا تبدل فيها حتى شيء، ما زلتوا باش تجمعوا الزيتون وباش تشربوا من ماء البحر وباش تشوفوا تصاور مع صباب ليلى بن عين. في الجريدة التونسية تقرأوا سولد على ملابس ومفروشات ليلى بن علي، أو كان ما خرجناش من الموضوع هذا. قالكم وحسب مصدر من لجنة التنظيم معرض الممتلكات المصادرة باش يعملوا تخفيضات على بعض ممتلكات ليلى بن علي المعروضة بنسبة 30% بمناسبة السولد على المفروشات والزرابي على الدبش متاحة والسيكان. أما ما ثمش سولد راه في الصياغة والكرامة، طيب ذيك حاجات ما يفادلكوش مع سبابة طيب فما سولد سبابة سيمونير. طيب بلاي ملابس المخلوع ومرته المستعملة ما يتسميوش فريب، يعني ما هوش ملابس مستعملة ولا الفريب، معناتها كان الحواج متاع الزوالي. السولد أكيد على خاطر حتى حد ما مشى وشراء من المعرض هذا، الناس الكل تمشي تتصور وتروح. بربي انتم معناتها صرفتوا، شوفونا كيفاش تعملوا لنا سولد مثلا على الحمل علوش، خاطر تقريب كيف راهو حتى هو الناس قريب تولي تمشي تتصور وتروح. ونختم ونكمل مع البزنس نيوز ومقال حول وزير التربية سي عبد اللطيف عبيدي اللي طلب فتح تحقيق في الفيديو اللي عملوه تلامذة معهد الإمام مسلم في المنزه. فيديو فيه تلامذة يشطحوا في الجانجنام ستايل وهارلم شيك، زوز شطحات اللي عاملين البوز في العالم الكل، والفيديوهات متاعهم مكتسحين مواقع التواصل الاجتماعي. على كل في الفيديو ثم حاجات الحقيقة ما تجيش بون تلامذة يشطحوا ويتبعوا في الموضة العالمية متاع الهارلم شيك، اما مش لدرجة كونوا ينحيوا حوايجهم. ما سامحوني في الكلمة على الصباح، نورمالمون باعثين رجال وانساء يقراوا تبارك الله ما همش صغار، ثم اخلاق وثم تربية ثم احترام قبل كل شيء، مش اللي يعملوه البرا احنا نقلدوه. والسيد الوزير عنده الحق الحقيقة باش يتقلق يشوفهم كيما هكا ينحيف حوايجهم وحاجات ما تجيش الحقيقة. اما بالنسبة للشطحة متاع الهارلم شيك راهو معناتها فينومين عالمي هذا يا سيد الوزير، ودين الكل راهي اليوم تشطح فيها وتخرج في لي فيديو، ودايور في تونس اكثر من فيديو موجود على الانترنت. دونك معناتها السيد الوزير على شنو باش تحقق اليوم بالضبط؟ وبريتو السيد الوزير التربية مش عملت لنا في التحقيق متاع الباك متاع عمناو، ولا مشيت على روح على حكاية متاع تسريب الباك ويا من عاش، وحكاية عالم تونس اللي تنحى من المعاهد ويكتبوا على الحيوط متاحة اش عملتوا في التحقيق؟ المخدرات زادة اللي تدور في الليسيات متاعنا فتحتوا فيها تحقيق هذية ولا؟ والتجاوزات اللي قاعدة تصير في المدارس والليسيات والاعتداءات المتكررة على السادة والمعلمين والحرمة متاع المؤسسات التربوية متاعنا اللي ما عادش موجودة، واللي يجي يدخل معناها ويخرج كيما يحب، وكيما قلت توصل حتى للاعتداء على المدرس وهو في قاعة التدريس. هذا كل حققته فيه سيد الوزير ولا جوست الهارلم شيك؟ بون هو سيد الوزير تحرك أيام قبل ما تخرج تشكيلة الحكومة الجديدة ولا وقتها باش يفتح في التحقيق. دونك بالمناسبة السعيدة هذه نهدي له غناية هارلم شيك. صباح الورد والنهار على صباحه.